السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا حلوى بالقرعه الحمراء. غادي نحتاجوا نص كيلو ديال القرعه الحمراء اللي قطعنا طريفات بحال هكا، غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات، عندي 100 غرام ديال السكر كلاسي، عندي 3 معالق كبار ديال المايزينا، عندي قشره ديال الحامضه محكوكه، شويه ديال الملحه وشويه ديال القرفه، عندي هنايا 50 غرام ديال الكاوكاو محمر وواحد الكوفريت. اول حاجه غادي نديرو القرعه الحمراء تبخر، غادي نديرو عليها عواد ديال القرفه وغنديرو عليها الملحه. في ميكسر غادي ندير الكاوكاو وغادي ندير ديك الكوفريت وغنطحنهم مزيان. كيوليو على هاد الشكل بودرة. من بعد ما تبخرات القرعة مزيان غادي نديرها عاوتاني في الطحانة غادي ندير زاز ديال الحامض غندير السكر كلاصي ونطحن مع لاصي مزيان حتى تولي بحال بيوري. هاي ولات على هاد الشكل بحال هكا. لابيوري ديالنا كنديروها في اناء. غادي نديرو دابا البيض غادي نخلط مزيان غادي ندير مايزينا وغادي ندير الخليط ديال الكاوكاو والكوفريت غادي نزيدو كامل وغادي نخلط. الخليط ديالنا ها هو وجد. غادي نجيب واحد المول ديال الفران اللي انا دهنته بالزبده ودرت ليه السكر سنيده ماشي الدقيق، غادي ندير ليه السكر سنيده من هادو اللي صغار اللي بحال شكل ديال لاطارت. غادي نخوي فيه الخليط غادي ندخلو الفران اللي سخنتو على درجة الحرارة 150 عافية مهيلة ما تكونش مجهدة بزاف. غادي ندخلوه ما بين 40 حتى 50 دقيقة على حسب كل فرن ومن بعد نشوفو كي غادي يكون الكاطو ديالنا. الحلوة ديالتنا ها هي طابت كتكون على هاد الشكل بحال هكا. انا تقبتها باش نشوف واش طابت. غادي ندخلها للثلاجة لمدة ديال ساعة وغادي نقدموها ان شاء الله بالصحة والراحة.